وانا مش بتكلم كجون طلعت، انا بتكلم كشباب كتير، بتكلم كشباب كتير يتمنوا ان هم يبقوا موجودين. جون اسمح لي بس ثانيه واحده، الفكره بتاعتك بان انت تنزل وتشجع الشباب ان هم يخشوا المحليات، انا شايفها فكره رائعه قابله للتنفيذ. وبقول لكل الشباب اللي موجودين في البرلمان، لو نزلتوا على مستوى الدوله بالكامل وبذلتوا جهد كبير في ان انتوا تدخلوا شباب مصر الجيد المتميز في المحليات، انتوا هتكونوا عملتوا عمل كبير قوي لمصر ومستقبلها. شكرا. شكرا.